أخواني أخواتي المهنيين الذين يعانون من مشاكل المهنة يوميا وكافة المتدخلين في المشهد الإعلامي والصحفي الوطني، أثرت النقاش اليوم معكم حول المعاناة التي يواجهها الصحفيون المغاربة سواء مع المتدخلين في القطاعات الأخرى أو في ممارسة مهنتهم اليومية، وخاصة المتعلقة بإشكالية البطاقة المهنية التي ازداد اللغط حولها وكثرت التخريجات والاستنتاجات والتوجيهات من قبل النقابات ومن قبل المهنيين، إلى الدرجة التي أصبحت معها هذه البطاقة تشكل بوعب، هذه العبارة الدارجية، أو مصدر الرعب بالنسبة للعاملين في الصحافة المستقلة سواء كانت ورقية أو إلكترونية، الذين لم يتمكنوا إلى حد الآن من ملائمة أوضاعهم المهنية مع القوانين الجديدة، وخاصة الجانب المتعلق بإشكالية البطاقة المهنية التي تشكل في القوانين الجديدة مدخل لتطبيق مدونة النشر، وكذلك للمساهمة في انتخاب المجلس الوطني على مستوى التصويت أو الترشيح، وكذلك الأمر بالنسبة للصحفي المهني. ومعلوم أن هذا المشكل قد طرحته النقابة المستقلة للصحفيين المغاربة سواء في ندواتها المفتوحة أو في لقاءاتها مع الوزارة، وخاصة مع السيد الوزير الحالي الذي نجدد كنقابة مستقلة تقديرنا لمواقفه المسؤولة معنا ومع كافة الفاعلين فيما يتعلق بالمشاكل المطروحة على الصعيد الوطني المتعلقة بالمهنة وإفرازاتها. ونظن أن النقابة المستقلة كانت على حق حينما فصلت ما بين البطاقة المهنية للمقاولة الصحفية وما بين البطاقة المهنية للوزارة، التي نعتبرها في النقابة المستقلة مجرد بطاقة خدمات. وسنفصل بالمناسبة نقاشنا وحوارنا حول هذا الموضوع في الندوة التي ستعتزم النقابة تنظيمها بمدينة مراكش يوم 22 من هذا الشهر ديسمبر في نادي المنتخب، لتسليط الأضواء على كل الجوانب المتعلقة بهذا الإشكالية ديال البطاقة المهنية التي تصدرها الوزارة والتي أصبحت تشكل سيف ديموقليتس ووسيلة إما لمساعدة الصحفي أو للتنكيل به إلى آخره. ونتمنى من الندوة أن تخرج بتوصيات سوف أيضا نوصلها إلى ممثلي الشعب في البرلمان قصد الاستئناس بها في مناقشة هذه الإشكالية ضمن المشاريع ديال القوانين الثلاثة المطعون في شرعيتها كما تعرفون بالنسبة لنا، نظرا للأعطاب التي والاختلالات التي لازالت توجد في موادها وفصولها وأبوابها. ومما لا شك فيه أن معاناة الصحفي اليوم مع هذه البطاقة وأصبحت تكرر نفسها، ولعل ما وقع في الافتتاح ديال المهرجان الدولي للفيلم بمراكش خير دليل على هذا سوء التعامل مع الصحفيين، وخاصة الذين لم يتمكنوا بعد من ملائمة أوضاعهم القانونية حسب القوانين الجديدة. ومن دون شك أن البيان الذي صدر عن النقابة في هذا الموضوع والذي استنكرت فيه سوء تعامل إدارة المهرجان مع الصحفيين يؤكد مدى التزامنا كنقابة مستقلة
بالدفاع على المصالح المشروعة للصحفيين. وفي ختام هذا التدخل المرئي أقول لإخواني في مهنة المتاعب أن الفجر لابد وأن يولد رغم هذه عتمة الظلام ورغم هذه الإكراهات التي تواجهونها من طرف خصومكم سواء في القطاع أو خارجه. وأؤكد لكم على أن العمل الذي تقومون به خير دليل على المستقبل الذي لابد وأن يكون غدا مبشرا بالدور الذي ستلعبونه في الارتقاء بالمهنة للإعلام والصحافة وبالرأي العام بصفة عامة. وأظن أن جميع المسؤولين يعرفون ويدركون أهمية الدور ديال الصحافة والإعلام في نظامنا الديمقراطي الذي نقدره وسوف ندافع عنه ونعتبر ما تحقق فيه مؤشر على التقدم والتطور الذي عرفته بلادنا بالمقارنة مع الفوضى والتسيب الذي تعيشه دول الجوار العربي والإفريقي. وشكرا. تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.